تثور تساؤلات عن قانونية نشر أسماء المصابين بفيروس كورونا وأماكن عملهم وتواجدهم، ويرى مختصون أن نشر الأسماء انتهاك للخصوصية وتعد خطير على هيبة الدولة، في حين يعد آخرون إجراء هذا الإجراء هدفه تنبيه مخالطي المصابين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أستاذ تشريعات وأخلاقيات الإعلام دكتور صخر الخصاون. أهلا بك معنا دكتور. يعني دكتور، في البداية، ما بين انتهاك الخصوصية والمصلحة الصحية، ما هو يعني الرأي القانوني في يعني نشر أسماء المصابين بفيروس كورونا؟ بداية، مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. الرأي القانوني الثابت بأن الحياة الخاصة يجب أن لا تنتهك، وأن السيرة المرضية للمصابين يجب أن لا يتناولها وسائل الإعلام بالإفصاح، وهي من الأشياء اللي محمية قانونا، ويستطيع الشخص اللي بيتعرض للاعتداء على اسمه أو على سيرته المرضية بأن يقاضي الجهة التي تقوم بنشر مثل هذه الأسماء. فإذا أردنا أن نوازن ما بين المصلحة العامة والحياة الخاصة، لا يوجد هنالك مصلحة عامة في نشر أسماء المصابين. هنالك الحكومة يمكن كانت في بداية الأزمة كانت واعية من خلال التطبيقات التي قامت بإصدارها، مثل تطبيق أمان، بحيث أنه هي بتعطيك عن فرصة عن وجود مخالطات وتعطيك أماكن، لكن دون نشر أسماء، وكل شخص بإمكانه أن يقوم بالمراجعة. فإذا في عندي هنالك وسيلة بديلة، هذه الوسيلة البديلة هي وسيلة لحماية المصلحة العامة من خلال تتبع المصابين والمرضى، وبالتالي لا يجوز انتهاك خصوصية المرضى في نشر أسمائهم وأرقامهم الوطنية وصورهم وبيوتهم. ويعني هذا الموضوع كثير مزعج، لأنه أيضا من شأنه حتى لو كان في هناك مصلحة أنه يلحق وصم مستقبلي بالأشخاص الذين أصيبوا بهذا الوباء. دكتور، فيما يخص الوصم كما تفضلت، هنالك من يعاني من نوع من التنمر، ولو انه يعني المرض ليس فيه هنالك اي تنمر، الا انه هنالك من يشعر بالتنمر او متنمرين بعدما يعرف شخصيه او هويه من يصاب بهذا المرض. هل هنالك اجراءات قانونيه معينه يتم اخذها في يعني لمن يقوم بالتنمر؟ من هنا أنا كانت إجابتي بأنه الحياة الخاصة يجب أن لا تنتهك للمرضى، ويجب أن لا يتم الإعلان عنها، لأنه هنالك فئات، هذه الفئات تعمل على الاستقواء على مثل المرضى، وبالتالي تصبح عندي حالة من حالات اللي هي أصلاً ليست منصوص عليها في القانون، وهي حالة التنمر. وحالة التنمر هي حالة الاستقواء على من جهة قوية إلى جهة ضعيفة، وبتشكل بالمحصلة جريمة من الجرائم الإلكترونية إذا كانت واقعة بإحدى الوسائل الإلكترونية، سواء كان ذم وقدح أو اعتداء على الحياة الخاصة أو اعتداء على البيانات. فكل شخص يتعرض إلى تنمر بأي كان وصف الجرم للفعل له الحق في أن يتقدم بشكوى لدى سعادة المدعي العام اللي بتباشر التحقيق فيها من خلال شعبة الجرائم الإلكترونية اللي هي أصلاً مخصصة لمثل تلك الجرائم. دكتور صخر، هنالك من يرى في وجهة نظر أخرى أنه البيئة المحيطة أو الأشخاص المحيطين بمن أصيب بفيروس كورونا لهم الحق أن يتنبهوا حول شخصيته. مع الاحترام لهذا الوجهة النظر، من حق يعني صدر أمر دفاع بأثناء فترة كورونا، هذا الأمر الدفاع كان أوجب على كل شخص مريض انه يتم الابلاغ حتى لا ينقل المرض الى غيره. فبالتالي هنالك التزام قانوني الان على كل شخص يحمل مثل هذا المرض ان يحذر الناس اللي حواليه، لكن التحذير الناس اللي حواليه لا يجوز باي حال من الاحوال ان يقوم بالتشهير فيها او ان يقوم بنشرها عبر وسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، او ان تصبح عرضه للحديث او عرضه للسخريه او عرضه لتعريض هذا الشخص وعائلته الى خطر، إذا خلينا نسميه خطر التنمر وخطر الاستقواء وخطر الدخول في الحياة الخاصة. لذلك نقول إنه كل شخص أصيب بهذا المرض هنالك التزام قانوني بأن تتقيد بما ورد في أوامر الدفاع الخاصة بذلك، بحيث أنك لا يجوز لك أن بحيث أنك لا تنقل هذا المرض إلى غيرك، ويجب أن تحذر
ايضا الاشخاص اللي حواليك والناس المخالفين حتى يتم الفحص. دكتور، من تجاوز هذا الالتزام القانوني ما العقوبه؟ بموجب امر الدفاع اللي صدر مش بذهني، لكن العقوبه لا تقل عن حبس 3 أشهر ولا تزيد عن سنه، وفي غرامه ماليه حسب ما اذكر بامر الدفاع اللي صدر بهذا الشان. شكرا جزيلا لك دكتور صخر الخصاونة، كنت معنا أستاذ تشريعات وأخلاقيات الإعلام.